الاوساط في الاوساط السياسيه عموما، في اوساط اليسار بشكل خاص، حوالين انه كان في الاول طرحين. في طرح بيقول نسلم السلطه لمجلس رئاسي مدني، انه يتم اختيار عدد من الرموز وهم اللي يمسكوا السلطه لغايه ما يحصل انتخابات رئاسيه. طبعا مشكله الطرح ده انه ملوش اي اساس ديمقراطي من اي نوع. مين اللي هيختار الناس دي؟ هيختارها على اي اساس؟ ومين اللي هيسلمهم السلطه؟ وايه السلطه اللي هتبقى في ايدهم؟ كل ده كان طرح شديد التجريد، يعني ملوش معنى قوي على الارض. الطرح الثاني كان يبدو جذاب اكتر، انه في برلمان تم انتخابه، وبالتالي يتم تسليم السلطه لرئيس مجلس البرلمان لغايه ما يتم انتخابات. يبدو بشكل مجرد انه ده حاجه منطقيه وديمقراطيه، بس الحاجات ما تتخذش بشكل مجرد. احنا لازم نشوف ايه البرلمان اللي انتخب، ايه صلاحيات البرلمان اللي انتخب، ايه حدود الصلاحيات، ايه طبيعه القوه اللي استلمت السلطه او بتستلم السلطه من خلال البرلمان ده، وبالتالي مين بيسلم السلطه لمين. لما نبص عليها في تفاصيلها كده، مين اللي كسب الانتخابات؟ وده كان باين من الاول، الاخوان المسلمين. مين رئيس مجلس الشعب الجديد؟ محمد الكتتني. محمد الكتتني ده مش بس هو من اسوأ رموز الاخوان المسلمين من ناحيه علاقته بالامريكان، من ناحيه مفاوضاته مع الامريكان من 2005 لغايه النهارده، من ناحيه علاقته بالسلطه القديمه واتصالاته بالسلطه القديمه من 2005 وطالع. كمان الاخوان مش عايزين ياخدوا السلطه من المجلس العسكري، وفي صفقات واضحه جدا من البدايه وعماله توضح يوم بعد يوم حوالين نوع من المشاركه في السلطه ما بينهم وبين المجلس العسكري. فاللي يطالب بتسليم السلطه من المجلس العسكري للبرلمان في الظروف دي هو في واقع الامر واقع في فخ بسيط جدا، ان هو في فخ انه ده بيطالب ب اللي الاخوان عايزينه، اللي هو شكل ما من المشاركه ما بين الاخوان المسلمين من ناحيه والمجلس العسكري من الناحيه الثانيه. على سبيل المثال، الاخوان المسلمين عايزين حكومه الجنزوري تستمر لغايه انتخابات الرئاسه، يعني تستمر 6 اشهر كمان، 6 اشهر من كمال الجنزوري. الاخوان المسلمين مع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حوالين الفلوس اللي هياخدوها، بنفس السياسات، بنفس الاتجاهات بتاعه النظام القديم. الاخوان المسلمين موافقين على برلمان منزوع الصلاحيات، موافقين انه يسيبوا للمجلس العسكري القرارات الاساسيه في الموضوع. فلازم لما نبص على الحاجات ما نبصلهاش بشكل مجرد انه ده شكله اكتر ديمقراطيا، بما انه الناس راحت انتخبت الاخوان فيبقى الشكل ده هو الديمقراطي، فيبقى احنا نبقى مع تسليم السلطه للشكل الديمقراطي. ده ما فيهوش اي نقد للناس اللي راحت انتخبت، العكس، ان حصل انتخابات وانها كانت نسبيا نزيهه، وانه فعلا الناس حست ان صوتها ليه قيمه لاول مره وراحت ووقفت طوابير وانتخبت، دي حاجه عظيمه جدا. بس كل اللي احنا بنقوله ان ده مش كافي، كل اللي احنا بنقوله ان ده حاجه محدوده جدا، كل اللي احنا بنقوله انه ده ما يكملناش الثوره. البرلمان ده بشكله الحالي بتكوينه الحالي لا يمكن انه يكمل الثوره المصريه. عشان كده احنا بنتبنى شعار كل السلطه والثروه للشعب. ايه الاشكال اللي هياخدها ده؟ احنا لسه في بدايه الثوره المصريه. الاشكال اللي الجماهير هتخلقها كبديل ديمقراطي حقيقي، مش بس كبديل ديمقراطي حقيقي للنظام القديم وللمجلس العسكري، كمان كبديل للبرلمان محدود الصلاحيات اللي موجود، ده حاجه هتحددها المعارك اللي جايه. احنا في نص احد معارك الثوره، احنا في اخر اول سنه للثوره، في بدايه السنه الثانيه من الثوره المصريه. المعارك هتشتعل في كل مكان، الاضرابات ابتدت تشتعل في كل مكان. يعني انا كنت في اسكندريه الاسبوع اللي فات، كان عمال المينا عاملين اضراب وبالالاف نزلوا على المنشيه وقطعوا الكورنيش، وشعارهم الاساسي كان يسقط يسقط حكم العسكر. الاف من عمال مينا اسكندريه، وده هدفهم الرئيسي. ده يعني نموذج لبدايه
المرحلة الثانية من الثورة المصرية، دخول الحركة العمالية، دخول الحركات الاحتجاجية، دخول الحركات الاجتماعية في قلب المعركة. المعركة ما بقتش دلوقتي ما بين شباب سائر في الميادين، حتى لو كتير جدا من الشباب دول عمال اصلا، الحركة العمالية بشكلها المنظم في مصانعها في المواني في كله هتبتدي تدخل المعركة. الاشكال اللي هتخلقها الحركة الجديدة دي كبدائل ديمقراطية مباشرة منافسة للبرلمان وكمان ضغط على البرلمان، يعني اللي مطروح دلوقتي ايه؟ انه يبقى فيه حصار على البرلمان ده. البرلمان ده الشعب انتخب، طيب هيعمل ايه البرلمان ده؟ فين المطالب بتاعت الجماهير من البرلمان دوت؟ فين محاكمة المجلس العسكري على جرائمه خلال السنة اللي فاتت كلها؟ اكتر من 100 شهيد والاف الجرح، مين اللي هيحاسبهم؟ البرلمان الحالي مش هيحاسبهم لانه في صفقة ما بين الاخوان والبرلمان، هما بيقولوا ده، انا مش بقول كلام يعني، هما بيقولوا احنا هندي ضمانات لجنرالات الجيش مش هتتحكم. طيب احنا الجانب الثوري، الجانب الناحية التانية من الموضوع، احنا مش هنقبل ده، احنا مش هنقبل ان الناس ما تتحكمش على الجرائم اللي ارتكبت خلال السنة اللي فاتت. ايه اللي بيحصل في محاكمة مبارك والفلول؟ متوقفة بشكل شبه تام. الكلام كله دلوقتي عن الدفاع العبقري الديب عن مبارك، ولو مشيت الامور زي ما هي ماشيه كده، يعني لو خد 3 سنين سجن هيبقى يعني انجاز بالنسبه للمحكمه. ده ما هوش مقبول، ده عوده للنظام القديم. فين استكمال عمليه تطهير مؤسسات الدوله من فلول النظام القديم؟ احنا عندنا مثلا الاعلام وماسبيرو والجرايد كلها رجعت للاول تاني، بالظبط تفتح الاهرام، تفتح الاخبار، تفتح التلفزيون المصري زي ما كان، وفي حالات كتيره اسوا مما كان. فين عمليه التطهير اللي كانت في قلب الثوره المصريه؟ وواضح برضو ان البرلمان رغم انه منتخب، رغم انه الملايين راحوا ينتخبوا البرلمان ده، غير قادر وغير راغب بتشكيلته الحالية في انه يعمل اي حاجة تجاه المسألة دي. عشان كده احنا في موقفنا، احنا الشاكين ثوريين من الموضوع، كنا ضد فكرة تسليم السلطة للبرلمان، وكنا مصرين على شعار كل السلطة وكل الثروة للشعب. في بدايات لأشكال جماهيرية بتتكون، سواء لجان شعبية، سواء لجان إضراب، سواء لجان مختلفة في الأحياء مبتدية تظهر، لسه في بدايتها بالفعل، لسه محدودة بالفعل. بس أي حد باصص على تطور أزمة السلطة في مصر وتطور الأزمة الاقتصادية في مصر هيبقى شايف إنه المعارك لسه في بدايتها، وإن الأشكال اللي هتتكون في الفترة اللي جاية هتبقى متنوعة وهتبقى أكثر جذرية وأكثر ديمقراطية من الموجود. في ناس انتقدتنا إنه ده موقف مجرد، لانك انت طب ماشي، انت مش عايز السلطه تبقى البرلمان، طب فين الشكل الديمقراطي اللي انت بتتكلم عنه؟ الشكل الديمقراطي اللي انا بتكلم عنه هو الاضرابات، هو المظاهرات، هو اعتصامات الميادين. ده لسه ما تنظمش صحيح، بس ده هو القلب اللي هيتنظم من خلاله الشكل الديمقراطي الجديد، اللي مجرد بالفعل هو فكرة انه تسليم السلطة من طنطاوي لكتاتني هيعمل فرق في البلد دي. لا طنطاوي عايز يسلم السلطة ولا كتاتني عايز السلطة. فان احنا نضحك على نفسنا ونقول انه لما الكتاتني يبقى هو رئيس الجمهورية او مسؤول واخد سلطات رئيس الجمهورية، ده هيفرق حاجة عن الطنطاوي. اللي شاف في صورة لطيفة جدا في الكاتدرائية المصرية لسامي عنان مع محمد مرسي والكتاتني، صورة معبرة جدا، لان هما اولا احضان، ابتسامات رهيبة. طب انت فعلا، هل فعلا بقى مطلبنا احنا ديمقراطي، مطلب الثورة المصرية انه ده يسلم ده السلطة؟ طب هم مع بعض في السلطة، احنا بنتكلم على ايه؟ مسميات. مفيش حاجة حقيقية في الموضوع. عشان كده احنا مصرين على، طبعا في ناس كتير هتقول بس ما البرلمان منتخب، بس كذا بس كذا، احنا ما عندناش مشكله مع ده. ما عندناش مشكله انه في البدايه يبقى الموقف اللي احنا بنطرحه ملوش ارضيه واسعه. يعني احنا كان موقفنا من المجلس العسكري من بدايه الثوره انه المجلس العسكري ده
والمؤسسه العسكريه معاديه للجيش معاديه للشعب المصري وعايزه تحافظ على النظام القديم. في البدايه كنا بنوزع البيان ده في التحرير بنضرب والجيش 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 مع الشعب ومش عارف ايه وايد واحده مش ايد واحده. النهارده محدش بيقول كده. النهارده اللي بيشوف العروض بتاع الكاذبون في مناطق ما كانش حد يتخيل ان ممكن ده يحصل بيشوف ان الناس مش ده موقف، ان الناس ابتدت تفهم ايه موقف مين هو المجلس العسكري ده، ايه موقفه من الشعب المصري وايه موقفه من الثوره المصريه. البرلمان والاخوان ابتدوا برضو يتكشفوا، بيتكشفوا بسرعه اكبر بكثير جدا من مكان الواحد متخيلها. يعني ده فرق بين حكم الاسلاميين في مصر وحكم الاسلاميين مثلا في ايران لما حصلت الثوره الايرانيه، انه في ايران في الثوره الايرانيه خدوا اجراءات قويه جدا اجتماعيا، امموا كل المصانع الكبيره، وقفوا الاستثمار الاجنبي تماما، امموا كل الشركات العالميه اللي كانت موجوده، عملوا اصلاح زراعي ضخم، عملوا اجراءات على الاقل تبدو للجماهير انه فعلا خدوا حاجه من الثوره. بس احنا عندنا الاخوان مش عايزين يدوا اي حاجه لحد، قال انه بتوع صندوق النقد الدولي كانوا في مقر الحريه والعداله الاسبوع اللي فات، الاخوان اعلنوا ان ما عندهمش موقف مسبق، ما عندهمش موقف مسبق من صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي اللي فقر مصر ال 40 سنه اللي فاتوا دول هم ما عندهمش موقف مسبق منه، هم ده حاجه لسه بيتعرفوا عليها ما شافوهاش قبل كده ولا اي حد فينا يعرف الموضوع. بقى الصندوق النقد الدولي بيتحرك ما بين الجنزوري والمجلس العسكري ومقر الاخوان. سفيره امريكا تزور ده وبعدين تزور ده وبعدين تزور الطنطاوي وبعدين الجنزوري وبعدين المرشد. وابتسامات في الثلاث اماكن ماشي. وده مفضوح لما يبقى في بدايه الثوره، دي حاجه مفضوحه ومفضوحه لقطاعات كبيره، والقطاعات الكبيره اللي هي مفضوحه قدامها هتزيد، وده املنا وده امل استمرار الثوره المصريه. ده بينقلني للنقطه الثانيه اللي هي 25 يناير والمطلوب. في ناس بتقلل قوي من 25 يناير وفي ناس بتضخم قوي منها، في الحالتين في خطا. 25 يناير طبعا حاجه مهمه جدا ذكرى الثوره المصريه، بس هو زي ما الراجل ده كان بيقول لي من شويه، اليوم الاول من العام الثاني من الثوره المصريه، اليوم الاول من العام الثاني من الثوره المصريه. ايه اللي هيحصل فيه؟ هيحصل اليوم نفسه هيبقى كبير جدا طبعا، لانه حتى الاخوان حاشدين ليه بمنطق الاحتفال، بمنطق منع فكره الثوره الثانيه، منع فكره استمرار الثوره. في جماهير كتير جدا هتشارك بمنطق استمرار الثوره، بمنطق انه مفيش حاجه اتحققت في الثوره. بس دي موجه من موجات الثوره، لا هي اول موجه من موجات الثوره ولا هي اخر موجه من موجات الثورة. هل هيتحول يوم 25 لاعتصام زي نوفمبر وزي يوليو وزي يناير فبراير قبل كده؟ وارد، بس دي حاجة مش في ايد اي قوة من القوة انها تحددها. عشان كده احنا مش لا بندعو الاعتصام ولا بندعو لعدم الاعتصام. لو الاعداد قوية وكبيرة والحشد قابل وعنده إرادة أنه هو يستمر في اعتصام، إحنا طبعاً هنبقى في قلب الاعتصام ده ونبقى في الصفوف الأمامية للاعتصام ده. لو مش دي اللحظة اللي الناس حاسة بيها أنه ينفع أنها تعمل اعتصام كبير يبدأ موجة كبيرة للثورة المصرية، لازم هنتعامل مع ده على هذا الأساس. تصوري أنا الشخصي أنه هيبقى اعتصام وهيبقى اعتصام كبير، بس وارد انه ده يبقى تصور خاطئ، وارد انه ده يبقى تصور خاطئ. لازم نبقى مستعدين على انه هيبقى اعتصام كبير. اهالي الشهداء لوحدهم، هنتكلم على الجرحى والشهداء، الاعداد مذهله، احنا بنتكلم على فوق 30,000 جريح بعائلاتهم، ما خدوش حاجه خالص من اول الثوره، اللي مش عارف يشتغل. يعني كان رقم عجيب جدا انه في 8,000 واحد اصيبوا في عينهم خلال السنه اللي فاتت. ده طبعا يوري انه كان في استهداف للعنين، مش ممكن بالصدفه 8,000 واحد. في رقم غريب 1,800 واحد فقد عينتين، فقد عينتين. يعني ده لا يمكن، يعني مش ممكن تبقى صدف. ده معناه انه من اول الثوره في قناصه شغلهم الشاغل انهم يضربوا الناس في عينيهم. دول كلهم ما خدوش حاجه. في فكرة انهم بيفرجوا عن الضباط
اللي قتلوا الناس سواء في السيدة او السويس، والموضوع ده مستمر في اماكن تانية. السويس اكيد مش هتبقى مدينة هادية يوم 25 يناير اكيد، وهم بيقولوا ده. في حاجات بتحصل طبعا، يعني نقعد نتناقش على هل هي صح ولا غلط. يعني مثلا السويس طبعا انهم مختلفين على اي حد تاني في مصر، يعني اعلنوا انهم هيشكلوا كتائب اعدام للضباط دول، عادي انتوا مش هتحكموهم، احنا هنحاكمهم وهنخلص. بس احنا مش عايزين الموضوع يمشي في السكه دي، احنا عايزين الجماهير هي اللي تاخد حقها، احنا عايزين الجماهير، احنا عايزين نعمل محاكمات شعبيه للناس دي هيت، وتعدم في الاخر وتدفع ثمن اللي هم عملوه. بس مش بمنطق انه نعمل مجموعات صغيره من الشباب تروح تقتل الضابط ده ولا تقتل الضابط ده، ده ما بيحلش مشكله، وبيدي انطباع للجماهير ان مش هم مش دورهم هم اللي يحققوا المساله دي. فالاكيد انه 25 هتبقى يوم كبير، انه غالبا هيحصل اعتصامات وهيحصل تحركات كبيره خلال الاسبوع او الاسبوعين اللي قبليها، بس انه ما نتصورش ان دي نهايه المطاف، انه خلاص كده الثوره الثانيه هي الاسبوعين اللي بعد 25. دي احدى الموجات هيحصل فيها تقدمات، هيحصل فيها تراجعات، هيحصل فيها معارك مختلفه، وهتبقى موجه من الموجات المتتاليه اللي حصلت في الثوره المصريه. طبعا هي ليها خصوصيه في انه بقى في برلمان ينفع الناس تتوجه له. انه يوم 23 اليوم الاول لانعقاد البرلمان، وهيبقى الاخوان والسلفيين وقدامهم طنطاوي وسامي علان وكلهم قاعدين مع بعض. فمش شفت ابو ده هو فاهم مغزى انه يحضر حاجه زي كده اهوت. بس الفكره انه طيب مش ده برلمان المنتخب، فين حقوقنا؟ فين الثوره؟ اهالي الشهداء بقى ليهم مكان واضح، فيهم ناس بيدعوا منتخبين ديمقراطيين بيدعوا ان هم بيحموا الثوره المصريه وان هم نتيجه الثوره المصريه، فين حقوقنا؟ العمال بكل الفصائل المختلفه وبكل المجموعات المختلفه في كل حته في مصر بقى فيه مكان يتوجهوا له. احنا عايزين البرلمان ده يبقى تحت الحصار الدائم، تحت حصار جماهيري دائم، ما يبقاش في يوم الناس المنتخبه في البرلمان عارفه تدخل بسهوله ولا تطلع بسهوله من البرلمان، تبقى تحت ضغط جماهيري دائم. يا اما تجيبوا لنا حقنا يا اما انتوا مالكوش لازمه، يبقى التشكيل ده كله ملوش لازمه. ودي الطريقه اللي الناس اللي انتخبت كان من حقها انها تنتخب وكان صح انها تنتخب هتبتدي توعى بانه بحدود البرلمان ده وبحدود الناس اللي هي انتخبتها في البرلمان ده وبحدود الاخوان المسلمين اللي هي ابتدت تتكشف بسهوله. فانا بس ده اللي عندي اقوله، ونفتح النقاش حوالين الموضوع قبل ما محمود يبتدي الجانب العملي.